أكشف جيش زيمبابوي قيامه بانقلاب عسكري عبر التلفزيون الوطني يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه يضمن أمن وسلامة الرئيس روبرت موجابي وعائلته. هذا وقال حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي على موقع التواصل الاجتماعي في اليوم ذاته إن الوضع في زيمبابوي هادئ في الوقت الراهن، ولم يحدث انقلاب عسكري في البلاد، ولم يعطل الدستور، وإن حياة السكان في قلب هاراري عاصمة زيمبابوي تسير كالمعتاد، ولم تتأثر حركة المرور في الأجزاء الأخرى من هاراري بالحدث، إضافة لتواجد حرس المركبات العسكرية في العديد من مداخل الطرق.